بعد إيقاف راتبه الشهري الممنوح له من قبل مؤسسة الشهداء في بغداد بحجة التدقيق، يطرق رسول باب دائرة التقاعد في الأنبار في محاولة منه لاستعادة راتبه التقاعدي والمعونات الشهرية. لقي استجابة له من قبل هيئة التقاعد في المحافظة بإعادة راتبه الذي تم إيقافه لمدة 6 أشهر متتالية من قبل مؤسسة الشهداء، لكن مصير الآلاف من المتقاعدين على شاكلة رسول ما زالوا ينتظرون مستحقاتهم المالية بعد أن أوقفت دون سابق إنذار. المؤسسة مع الشهداء العامة قطعوا راتبي بحجة التدقيق أو ما أعرف من السوالف. المهم ظلت 6 أشهر تعبت مليت، يعني ما قمت الكروة دينها حتى أروح راجع بيها. أخير شغل حصلت موافقة منك من المؤسسة بإطلاق راتب، دزوا التقاعد العامة. التقاعد العامة حولها من أستاذ أنس. أستاذ أنس مشكور البارحة جيت يمه، والله ما قصر، تليفوناته قبل البغداد وكمل الإجراءات على حسب الأصول، واليوم من الصبح خابرني قال حصلنا بك موافقة بإطلاق راتبك وتجيني هسه. ما عملتي مال شهيد هم ضحايا رهاب يعني، زين البيت مسحوه مسح خلوه يعني مثل التبليط زين، وهاي من 2012 10 2010 12 10 2010، واللي حد الآن ما متحركة ولا سنت واحد يعني زين. وتقول دائرة التقاعد فرع الأنبار أنها ليست طرفا لإيقاف مستحقات المتقاعدين من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، مؤكدة أنها جهة تنفيذية وأن الإيقافات السابقة والأخيرة صدرت من مؤسسة الشهداء لأسباب تدقيقية. طبعا هيئة التقاعد الوطنية هي بعيدة عن كل الإيقافات التي صدرت سابقا ولاحقا، كون هذه الدائرة جهة تنفيذية وليس جهة تشريعية. نحن نستقبل المعاملات من كافة الدوائر المحالين على التقاعد، ومن ثم نقوم بتدقيق هذه الأضابير وإطلاق وإعطاء كل ذي حق حقه من راتب وفروقات. وللعلم أن الأخ رسول وحمود والبقية التي عوقهم ظاهري أنا بنفسي أشرفت على توزيع رواتبهم واستلام مستحقاتهم من فروقات لهذه الشريحة. بين الإيقافات وتغيير اللجان وتشكيل لجان أخرى لإعادة الفحص والنظر في معاملات يشوبها الفساد، يبقى حال المتقاعدين في الأنبار معلقا على الرغم من مرور أشهر على قرار إيقاف رواتبهم. من الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.